خلينا قبل ما نبدا فقرات نروح معاكم بسرعه نتعرف على حاله الجو مع الاستاذ وحيد سعودي متحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الورد على حضرتك، وكنا عايزين نعرف من حضرتك اهم ملاحظات على الحاله الجويه النهارده. هو بس يمكن في ارتفاع طفيف في درجات الحراره اليوم، فدرجه الحراره العظمى المنتظره على القاهره حوالي 35 درجه مئويه، ودي اعلى من المعدل الطبيعي ليها خلال هذا الوقت من العام بحوالي درجتين. فطقس اليوم هو مائل للحرارة رطب على القاهرة الوجه البحري، يستمر معتدل الحرارة على كل المدن الساحلية، شديد الحرارة على باقي أنحاء البلاد خلال ساعات النهار. أما ليلا فالجو معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، ما زال احتمال فرص سقوط الأمطار قائم على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب الجمهورية عند السلوم مطروح اسكندريه، استعدادا لفرص سقوط الامطار غدا على هذه المناطق. هذا الطقس يستمر معنا اليوم وغدا، والحمد لله سواء البحر الاحمر بحر المتوسط مهيئان تماما لكافه الانشطه البحريه، ومستوى الرؤيه على الطرق الان مناسب تماما بالنسبه لحركه السفر والمرور على وجه الأرض. طيب استاذ وحيد، يعني خلينا نقول برضو درجات الحراره المتوقعه في القاهره وباقي المحافظات. يعني سواحلنا الشماليه من 31 ل 32 درجه، القاهره والوجه البحري من 34 ل 35، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط من 36 ل 39، اما اقصى جنوب الصعيد عند الاقصر اسوان توشكى الوادي الجديد هنا حلايب شلاتين من 39 الى 42 درجه مئويه. طيب احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، وصباح الورد على حضرتك.